مرحبا، اليوم رح ناخذ تقسيمة أشواء الأستاذ رياض الصنباطي. طبعا العود مدوزن دوزان 1 ستيب لور، دو مي لا ري صول دو. رح نشوف التقسيمة على نهوان بالله. رح نبتدي بالتقسيمة من السطر الأول، صول لا لا سلاش نوت هول نوت، بعدين عندنا سلاش نوت اللي هي التوتال هاف نوت، يعني عندنا 16 فور ذا هول نوت، then 12 فور ذا توتال هاف نوت، then لا دو سي سي ري دو دو مي ري ري دو دو سي دو سي لا سي دو سي لا سي لا صول لا. هون عندنا تريبلت اللي هي دو سي لا سي لا صول لا، طبعا الصول شار. نعيد السطر الاول، طبعا بهذا السطر استخدمنا 32 second notes اللي هي كانت بسرعة، ابتدينا فيها من المي مي ري ري، كمان عنا لي دو سي لا. إذا المي ري ري ودو سي لا هي كانت سريعة. السطر الثاني لا سي دو سي ري دو سي دو دو سي دو دو سي دو دو ري دو سي دو سي لا لا سي دو ري دو سي دو دو سي. هون استخدم فيها كمان السلاش نوت، ابتدى فيها من لا سي دو داون اب سي داون اب، سو لا سي دو سي then triplet ريب سي دو 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 سلاش نوت 6 سلاش نوت then دو سي دو، طبعا in one stroke دو سي دو دو سي دو دو then triplet with a tremolo which is ريب سي دو like this ريب سي دو then سي لا سي دو ريب سي دو. هون كمان عنا في تريبلت بعدين 32 second notes like سي دو ري دو سي دو 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 سي. رح نعيد السطر، السطر الثالث ري دو سي دو سي لا دو سي دو سي دو صول لا صول لا سي دو سي لا سي. هذا السطر استخدم المي قرار مع السي كعلامتين عزفهم بنفس الوقت اللي هنن المي مع السي بهالشكل اخر السطر، وابتدى باول السطر بالري اللي هي ري تريمولو والدو تريمولو، وبيناتهم كان في الدوسي سريعه اللي هي 30 ثانيه، يعني كان عنده ابتدى بالري دو سي دو سي لا بعدين دو سي لا سي لا اللي هي كان تريبلت دو سي لا سي then لا صول، طبعا لانه هاي لا جريس نوت فكانت دو سي لا سي لا صول لا صول لا صول ديز then سي دو سي لا كمان سي دو سي لا. لاحظوا هون كمان 32 second زونز so دو سي لا سي، وبعدين اخذ اللي هي دبل ستوب اللي هي طبعا اول شيء عزف المي مع السي بعدين السي لوحدها ثلاث مرات بعدين المي مع السي، طبعا المي مع السي تنعزف بهالشكل بضربه واحده، وبنشوف كمان السي لوحدها ممكن نعزفها اب، يعني مره مي مع سي مره سي. نعيد صدر كلياتهم، السطر اللي بعده بيبتدي فيه ب ري دو مي ري دو بعدين دبل ستوب بعدين السي بعدين دبل ستوب سي مع المي بعدين السي لوحدها وبعدين في ريست. هون بيكون انتهى من التقسيمة الأولى لنهاوند إلا.
إذا خلينا نعيد هالأربع سطور هدول اللي أخذناهم، بعدين ننتقل لتقسيمة تانية. بالنسبة للجزء الأول بالتقسيمة، الجزء الثاني بيبتدي فيه طبعا بنص السطر الرابع اللي هو ري دو سي دو ري مي ري مي ري دو سي دو. بهذا الجزء طبعا بيستخدم جريس نوت اللي هي ري دو سي دو ري مي بين ري مي ري دو سي دو. بنعيد هذا الجزء ري دو سي دو ري مي ري مي ري دو سي دو. طبعا هون استخدم مثل ما حكينا اللي هي الري اجريس نوت ري دو، طيب بسرعه ري دو سي دو ري مي دين ري مي ري ري مي ري اللي هي 32 سكند نوت ري مي ري دو سي دو. السطر اللي بعده ري دو سي لا سي دو ري دو سي لا سي دبل ستوب، بعدين دو سي لا صول لا سي دو سي دو سي لا. هون طبعا السي موردنت رح نعزفها سي دو سي، وبعدين رح يكون بعد السي دو سي رح يكون عندنا اللا جريس نوت سي دو سي دا صول. اذا اللا حتنعزف سريعه لا صول then صول ديز then لا صول طبيعيه صول صول طبيعيه then صول ديز then لا then سي. إذا هاي الجملة الأخيرة من عند الموردنت بهالشكل رح تكون. رح نعيد هذا السطر ري دو سي لا سي دو ري ري دو سي لا سي دو سي لا صول لا سي دو. مرة ثانية السطر السادس دو دو سي لا سي لا صول لا لا صول صول لا سي لا صول لا صول سي بين صول لا لا مي مي فا مي دو. هون بهذا السطر بيستخدم فيه علامات سريعة كتير، ابتداء من لما بيبتدي فيها من الدو بيقول فيها دو دو سي لا. لاحظوا استخدم دو سي لا سريعة سو دو سي لا سي لا صول لا تين لا صول. طبعا لا صول هون لا صول طبيعية لا جريس نوت سو لا صول صول لا سي تين لا صول لا صول سي تين. استخدم صول صول كجريس نوت اللي هي صول صول تين سلاش نوت تين لا مي سلاش مي فا مي ري دو. اذا فا مي ري دو هون الفا مي ري دو بعد ما عمل التو جريس نوت فا مي ري دو عمل تريمولو الري والدو. بعيد هذا السطر كمان مرة ثانية. السطر السابع دو سي لا مي 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 ري ري مي فا صو فا مي ري ري مي ري ري دو سي دو ري مي ري. طبعا هون نستخدم دو سي لا ببداية السطر 32 سكندز بضرب واحدة دو سي لا بين مي قرار مي مي مع مي موردنت اللي هي مي فا مي سو مي مي لايك ذس ري
يعني تو تربيت اللي هي مي فا صول فا مي دين فا مي ري كمان بضرب واحده تو جريس نوت فا مي ري دين مي ري بضرب واحده كمان مي تريمولو دين ري دو ري مي سي سلاش نوت دين دو ري دو ري من عيدة السطر الثامن ري مي فا مي ري هون في عنا تو جريس نوت اللي هي ري مي فا بضرب واحدة ري مي فا بعدين تريمولو سو ري مي فا مي ري مي ري دو ري تريبلت بعدين تريمولو سو مي ري دو ري دو سي then see we have inverted tear which is we played تكون دو سي لا سي بهالشكل دو سي لا سي بضربة واحدة كمان دو سي لا سي بطريقة البصم بعدين قرار المي مع السي بعدين سي سو مي سي 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 ري دو سي سي ري دو دين مي ري دو ري دو سي دو سي لا لاحظوا الجريس نوت هون كثير بهذا السطر ابتداء من المي الأولانية فعزف إذا هو ري مي فا مي ري مي ري دو ري دو سي دين دو سي لا سي 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 ري دو مي ري دو ري دو سي دو سي طبعا لا الأخرانية هي سلاش مون داون أب بنعيد هذا السطر مرة ثانية السطر التاسع بيقول في مي ري دو سي دو ري مي ري دو ري دو سي لا سي سي دو ري مي ري دو ري مي ري مي ري مي مي هون بده ينهي التقسيمة ويستخدم فيه 32 seconds notes اللي هي الشنك اللي شفناها اللي هي ري مي ري دو ري مي ري دو ري مي ري دو ري وبينهيها بالتريمولو ري مي ري دو ري مي ري دو ري مي ري مي طبعا بضربة واحدة بنحذف فيها هون أربع نواط اللي هي مثلا ري مي ري دو لاحظوا ري مي ري دو ري مي ري دو ري مي ري دو ري مي كله بطريقة الصدى أو بسموه البصم وببداية السطر بيعزف فيه مي ري دو لاحظوا هون الري هي عبارة عن جريس نوت سو مي ري دو سي دو ري مي ري دو كمان مي ري دو بنعزفها بسرعة مي ري دو ري سلاش نوت دين دو سي لا بضربة واحدة بنعزف دو سي لا بعيد هذا الشانك مي ري دو سي دو ري مي ري دو ري دو سي لا سي سي دو ري مي ري دو ري مي ري دو ري مي ري دو ري دو ري مي السطر العاشر اللي بينهي هاي الجملة الموسيقية رح ناخذ أول شانك اللي هو مي ري دو سي لا للقفلة لهذا الجزء سو مي ري دو سي لا هون بنهيها ب 32 seconds مع تريمولو سو مي ري دو دين سي لا لاحظوا سي لا ضربة واحدة نعزف فيها سي لا سي لا كجريس نوت سي ولا سو مي ري دو